يا ربي الحين الكريم تكبر الظلم يا ولد وجد صاحبي عصوني عليا صوني وقطع صوني وقطع فين العشي طالع عاود والله اخر مره يطيح يا عمي كما كتشوفوا صفاء دابا كطيح الورق سيدنا عيسى الورق سيدنا موسى ابي وديالي فين وديالي وين جبرتهم نزل انا قطع مليناك وديالي بلاتي 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 نتفاهم كبيره بزاف كبيره بزاف المشكله انا باقي للتحدي الكبير هي مع نحمل الفرن محلاش ما يمكنش تطيب البيتزا حاب المقله جميع النكهات السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير اللي كيشوفنا اول مره ما ينساش يشترك في القناه ويخلي لنا واحد لايك شكرا بزاف جيناكم بواحد التحدي الاندومي بالقنيه غيكون واحد التحدي اللي واعر خليكم مع وصال السلام عليكم حبايب ديالنا كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير نتوما والاهل ديالكم غنعملوا واحد التحدي غنكونوا انا ومحمد ضد علي وصفاء المهم خلي دابا محمد يقول لكم السلام ونكملوا معكم ان شاء الله. لا باس عليكم كل شيء بخير من هنا حتى لتما كل شيء مزيان من هنا حتى الموضع جالسين انتوما طلبوا من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. دار معاهم وصل. صافا صافا صافا. السلام المشاهدين كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين هانيين نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. زين راسك. انا غنعمل اندومي بالبيتزا في الفرن وهما غيعملوه بالقنيه في الطاجين. يا سلام ديالك نتاعك عندنا اربع نكهات الاندومي انا عندي هنا اندومي بنكهه اللحم انا بالخضر الكروفيت وانا بنكهه الدجاج على بركه الله استعدوا يا شباب يلا هيا بنا هنا عندنا البصله البرنجال الفلفله الوان خزو مطيشه الجعده عندي هنا ازير الورق سيدنا موسى التحميره سكنجبيل الخرقوم الكيمون الابزار الملحه عندي هنا العطريه ديال الدجاج عطريه ديال اللحم عندي هنا الثومه غبره عندي هنا الشامبينيون عندي هنا ثلاثه صوف ديال الثومه والزيت واندومي غنبداو ان شاء الله ربي كوحده يعني عاد عملت الطبق ديال وهما غيسلخوا لنا هذه وحنا غنبداو باش دغيا نزربو نعاونك في حنا عطيتونا الحاجه اللي صعيبه الصراحه بلا كذوب حنا عطاونا الحاجه اللي صعيبه دورنا نتبادلوا شنو نتبادلوا؟ مساهلين اش نتبادل معاك؟ حنا الدنيا هانيه واخا عطيتونا المسائل ديال القنيه صعيبه ولكن ماشي مشكل انتم اخترتوا القنيه سير بالله نشبرك نقيك بالروح هنا في هذا الجميل دابا هما خدام كيقطعوا انا غنعمل الزيت انا غنخلط كلشي مع بعضه ونخلط هادو نزيدو افاي وصلت فين اودي اخليها الله المحاين وهم اللي كذب ده ما كتسالي شي لا حتى نعملوا القنيه عاد نعملوا العطريه امساكن يا مساكن وقيدوا بينا يا مساكن والله اشي شيء تنحيدوا تشرموا لي عاد نعملوا القنيه ولا لا صافي هاي يلا صفات لنا العافيه صفاء ها هي العفريدي شعلت وصال هذه بالله نطفنا عاود خلينا محامي احنا عندنا العافيه هي هذه يا ربي يا ربي يا ربي الحين الكريم تكبر الظلم يا مسكين هذا المحسد هذا هو ما عاد نطفناش دردر العطريه دير انا تما غنعملها هي الاخرانيه خصني نقلي هادشي كامل وعاد نطيح الكفته سير صافي سير انا نعطيك نمكن لك عمل العطريه وبتكلي اليدي يلا باش نسربيو مثل الملح مثل الملح لا وي تا قلنا قول انا باش ما تجيش السوسه ان شاء
شوف غير واحد القضيه باش نكونوا متفاهمين. شوف ما كاينش احنا سبقناكم اللي احنا غلبناكم في الاخر من نساليو. باش يكونوا والجمهور هما كيتفرجوا حاضرين. احنا يعطيتونا القنيه. احنا عندنا اللحم كالثقل، انتم ما عندكم غير الخضره هنايا. واش كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. عندنا عندنا الكفته. عندنا على هذه القنيه. لا 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 بلاتي بلاتي الراضيه، واش الكفته هي هي القنيه التقليد؟ لا هذه القنيه بحال الحم. هذه كتعطل. الحمد لله صافي باش ترى خسرنا نكونوا بعدا عارفين. هذه اللحم كتعطل لا والو. نعمل لك المبرر دابا. هايو. سرعه سرعه الله، احنا بس نسينوكم في الطريق، راه نتقهوه ونريحوا على خاطرنا. في الطريق عند القهوه حتى تجوا انتم. صافي سالي هو انت شافك سالي تعالي هذا صافي. هذا ما خصناش نعاود نحرقوهم بزاف يعني كي الله كي والله لا عاود بالله والله لا عاود. هذه مشكله وطفت لك العافيه. العافيه طفت اطلاق الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. العافيه وشبره معنا الضيده تطفى يا لما تطفى شو ديالنا تطفى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دابا انا نعمل الكبسه نطيحها. شنو هذه؟ هي التومه. واللي قرب هاي. اكو هذا وجد صاحبي عصوني عليا، صوني وقطع. صوني وقطع. فين العشي؟ آخر مرة يطيح. صافا. قلب واش العويدات كافينا؟ والله الله 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 كيفاش عجي اقسم بالله لا عجي قلب ديال الطياره. ها نمرقوا ها نمرقوا ها الماء. طيبوها بلا ماء. وي صاحبي ولا تقلي ما صاحبي وي الله تقلي صافي. زيد 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 شويه الماء. زيد عمره. ولسه قلب بومبا. بومبا الضوء ضعيف. كيف كيف ها المهم هذا دابا عملت هنا الكفته ديالي طيب هما مخدامين كيدفنوا معاه. المشكله انا باقي للتحدي الكبير هي مع نحمل الفرن حيتاش ما يمكنش تطيب البيتزا عف المقله هو الشغل ديالي مساهل. قول لي بقى عاد الحصال نحصل انا وياك ماشي بالله. الحصله ديالكم الكبيره هي مع الفرن وليدي ما تجيو تدخلوا العود للفرن وتحميو الفرن ديك الوقت اللي عاد اخذوا نتوما في الفرن باش تصاوبوا البيتزا استغلوا الفرصه. غنكون احنا استغلنا الفرصه هنايا نكون تقلينا المسائل ديالنا وناشطين عليكم. ما خبركش انا من نعمل الطنجره الطيبه هنايا اندومي غنكون انشعل العافيه. دابا من بعد ما طابت الكفته ديالي هي غنخلطها الخضره كامله مع الكفته. هرستو واحد الكاس. اخليه. شنو هرست صاحبي شنو هرست؟ الكاس وصل هرست. لا توما بديرو بجميع النكهات ياك. نعم جميع النكهات. انت من عود حدا. لا وخا ايوا سبحان الله ايوا لله انا ايوا ديالي. فين هو ديالي وانا جبرتو من الزل؟ انا قطعو من هنا في الزل. بلاتي 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 نتفاهمو. واش انا العود جبرتو من الزل ولا ديتو له؟ انت قطعو لي لا واش دابا هذا قطعتو؟ اطلقي هو العود ديالي. باغي لا واحد الجنون قطعوه الجنون الجنون جاو لي هنا. هي الراجل ياو ماشي زعما ليش ها هاد العود قلب العود شي شحال. لطف العافيه دابا نشعلوا على الفران ما نسدفوا بدا نحك الفران. صافي دابا نشعل لكم تينونو دابا ما كاينش النقاش. شوفوا شوفوا يا سلام كيف هادشي عرفتوا عمر الماء عمر الماء عمر خوي خوي الماء ديروا بجميع النكهات ياك. نعم جميع النكهات. سلام المشاهدين. احنا دابا الطبق ديال الاندومي غنوجدوه بالبيتزا في الفرن. واول حاجه راه اندومي ماشي غير كيطيب في الماء تدخل الملحه ديالو صافي. اي حاجه كتعملها معاه الصراحه كيجوع. فاش درد الاندومي يطيب في الماء خصكم خليوه الماء حتى يغلي وعنزلوا فيه الاندومي راه هو عنده 3 دقائق صافي كيكون واجد. الله يرضى عليك يا صغير الله يرضى عليك صغير الله يرضى عليك اش معاك ولا تبغيك يا صغيره. انا ما كنعرفش نغني راه الجمهور كامل كيبغيك. لا خطيكم عليه واحد المعلومه اللي مهمه باش تكونوا عارفين اندومي كتصنع في المغرب في مدينه تفلت عكس التوقعات ديال شي بعضين كيسحب لهم باللي اندومي راه كتجي من الشينوا. اندومي ماشي الشينوا كتصنع في مدينه تفلت في المغرب. الثمن ديال الاندومي 2 دراهم ونص شاصية فيها 4 10 دراهم زياده على ذلك اندومي مرخصه من عند اونصا وعندها شهاده حلال.
اندومي راها عامله واحد المسابقه من 500 درهم حتى ل 3000 درهم على حسب الطبق اللي غتوجد انت. القانون بالمسابقه غتشريو صاشيه فيها اربعه وغتوجدوا الطبق ديالكم في الدار وغتصوروا ديك الشاصيه مع الطبق وغتنزلوهم في الصفحه ديال الاندومي عن طريق انستغرام او فيسبوك. راه اندومي راه صراحه لذيد بزاف وحتى ملي كيتقام على العطريه ومع الماء حيتاش انا كنشوف ولادي دائما كيعملوا في الدار. ودابا من عمرتي ديك الطاسه حنا واقيلا عاد بنخلطوا معاها القنيه. هاك المراه هاك المراه وار هذا كلشي ما واش انا يدي انا يدي شيني فيهم باش ما داكل شي من يدي داك فيهم والو ها داك فيهم واخا عقل فيها مره اخرى القنيه واخا مره اخرى الا عاود تعطى داك شي حاجه دوق لي في الرقبه واخا انا ندوق لك دابا عقل عليا ندوق لك دابا انا الصحه والراحه. اعطينا هذاك من يدان توقع لكم ارى لي يدي قالك ما لقي خرميطه باس ايوا ما لقي الخميطه باس انا عطيتك زلافه خدامك وحنا باقيين على بانك بيا شغل والله الزلافه ديالي فكره طاحت بالله ها هو ما جيت نعطيك بغيتي الشبار هذا فيه الجوع دابا الحكاكه هل دابا اندومي ديالنا بالبيتزا هو واجد؟ ها الفرماج دابا داب؟ ها هو دايب دابا بلا غوش عندكم الطبق ديالنا والطبق ديالكم مع قلب كلي جلدي الله عنجا واعرة صراحة ديالنا واعر والله حتى واعر بالله انا باقا ما كنت هذاك كل هذاك بعد عاد حكي انا باقا ما ذقتش قزة هذا مع البيتزا والفرماج اندومي مع ما طيبته صراحه كيجلد باش نكون واقعين راه واخا عملوه غير هو والمرقه ديالو كيجلد كيجلد كمل معكم على الفلاش التليفون القنيه دابت